فسر حلفاء إيران في لبنان الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني بانتصار العصر، انتصار بدأ يبني البعض على أساسه قصورا من الرمال، لكن إذا صدق الانتصار هذا فهل يكون انتصارا للطائفة الشيعية أم للشيعية السياسية؟ يعني ما بفهم كيف ممكن حزب الله أو طائفة شيعية، ما في يقول طائفة شيعية، خليني أقول السياسية الشيعية عم تتصرف كأنها منتصرة. يعني الانتصار بأي مكان هو انتصار للبلد وليس انتصار لفئة، هذا من ناحية. من ناحية تانية المنتصر لا يهدد، لا يهجم على الجامعات، يعني المنتصر ما يعني بأسوأ الأوضاع ما شفنا مثل نائب محمد رعد يطلع يهدد. طب هذا تعبير فعلا عن انتصار؟ على كل حال إذا لبنان خاسر لا أحد رابح. الآن تولد السياسة من إيران، عبارة قالها الرئيس نبيه بري من طهران بعدما كانت تقال من دمشق. العبارة رأى فيها البعض استقواء بالخارج قد يترجم في الداخل. من ناحية طبعا أنه أنا كلبنانية بتأسف أنه أول يوم يصير في اتفاق، تاني يوم رئيس مجلس نوابي يذهب إلى إيران، بس بنفس الوقت فكرت أنه إيران عندما استدعت الرئيس نبيه بري ما استدعت نائب محمد رعد أو أي شخص من حزب الله، هذا يقول شيء للبنانيين، يعني أنه في إيران الدولة سوف تتصرف مع محاولة يعني سلوك مع البنى الشرعية اللبنانية. هذا يعني أنا بشوف مش إشارات سلبية، يعني نحن فينا نحولها لإشارات إيجابية وفينا نعمل نقاش مع هالطرف الآخر ونقول له شو بدنا وأنه ما فيهم ياخدونا بالقوة لأي مكان. في خط الممانعة تخلى الممانعون عن السلاح الكيميائي السوري ومن ثم النووي الإيراني، ولم يبقى إلا سلاح حزب الله، فهل يستكمل المسار بالتخفيف من وطأة هذا السلاح أم أنه سيستبقى عليه كورقة ضغط أخيرة في الداخلين السوري واللبناني؟